No way! No way! Yo, what's up, guys? Look, guys, look, guys, it's a special guy. That's all, guys. You're gonna do a reaction. المهم انا الكلمه ديال لا رياكسيون علاش كطلع ليا فراسيتي شويه كاز واحد اللعيبه بعدا قبل ما نكمل هاد الهضره هادي لا سام تايم توني بقيت كنهبط كنشوف لتحت وكنطلع الفوق ام سوري حيت ماشي ام سوري لا خاصك تقبلها داير رياكسيون لايف انستغرام ها هو انستغرام ديالي دخل غدير ليا فولو كنكون اكتيف فيه مؤخرا تقدينا تليفونات لعيبه باش نمشيو للعاقه كتدخل تقدي التليفون فهمتي على ظهركم نتوما على ظهر لي فانكس ديالي فلوس ديال الادسنس خرجتهم مشيت به التليفون المهم ديروا لي فولو ها هو انستغرام ديروا لي فولو بقاو نتوما دخلوا شنو سميتو دخلوا شوفوا لي رياكسيون لايف صافي اليوم غنديروا رياكسيون لغوسمان غوسمان فهمتي واحد الرابور اللي عنده 27 عام واحد الرابور اللي يونيك بزاف من فلوريدا قليل اللي تيعرفوا تيعرفوا مني المهم في المغرب يعني ما باينش بزاف الناس اللي ريل فانز ديال الراب نتوما اللي تيعرفوا حيت ميوزيك ديالو يونيك بزاف وفيها الصداع كاين شي ناس اللي تقريبا تيبقاو يقول ما كيسمعوليش حيت ميوزيك ديالو كتقول فحال النويزي فهمتي فيها الصداع بزاف ولكن انا داكشي كرتاح ليه وكاين كاين فانز ديال داكشي هذاك ورد لك تي هما كتشوفوا فيا الفوتاك واحد سبسكرايب لايك سكور جينا انذر وان واخا ما كايناش انذر وان اللي مازال ما تقيد جروب فيسبوك كتشرف في الديسكريبشن غتلقى واحد جروب فيسبوك غتدخل وغادي تقيد فيه صافي هادشي اللي كاين انستغرام ديالي عاودي غنديرو ها انستغرام ديالي غتدخل غدير ليا فولو يلا سير دخل دابا هبط من الفيديو خرج من الفيديو ما سوقيش دخل دير فولو دخل دير فولو اصاحبي فو ما بغيتش دير فولو هبط هبط دير فولو بليز لا ماشي تفو كنساها عليهم ما ديرش فولو هاد اللعيبة نقطعها في المونتاج بنت شحال كنساها بحال كنساها الفولورز وانا قليل نضرب عشرة هكا سو جايز ما نطولش لكم بزاف الانترو اي ثينك جبتو طويل بحال ديما تمزكو التراك المهم انا تايق في هادشي هذا غادي يكون فهمتي غادي يكون نويزي بزاف وغادي يكون فيه صداع بزاف حيت غادي يكون مدخل فيه الميتل على ما اظن حيت التراك اللي حط قبل غوسمان قبل ما كنحط واحد كليب اللي ما قديش نرياكتيه ماشي ما حيت المهم كانوا عندي سابا كان عندي واحد سابا علاش ما رياكتيتوش اما انا ديك التراك كان واعر بزاف واحد كليب ممكن فيه البلاد بزاف والدمايات هاد التراك هذا 100% غادي يكون فيه الصداع حيت التراك اللي قبل كان مصدع بزاف نقول لك فهمتي كان في الاول تلعب راب وفي الاخر تخدو فهمتيني بالباتري فهمت داكشي طلع بحال كتسمع ديسك ديال الميتال تمسكو التراك هادشي خاصو تفاوض الديوان حيت هادشي هذا فيه الخليع شي نطفي الضو اللي لهاه طبيعة البندا يعني فكرني في ريد روم المهم هاد القصر هذا فيه داك الديوان حمر المهم كرياتيفيتي حاضر كاين نو واي نو واي ناري 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 اختا شحال مقودة بزاف واه بلان في شكل فهمتي يعني ملي كتقول اونيك كتقول يعني اونيك شي حاجه فهمتي يعني ما عمرك شتيها كيفاش كليب كيتقطع فهمتي كتبقى تسمع فهمتي داك الكيك الصغار ام دان ام دان واش بونيس هذا ولا شنو تفاك يقول لك فحال شدو حزق علينا في هذا البروجي هذا
فهمتيني بحال فهمتي بحال بغا يبين زعما غير كليب ما مشيت انا كليب يعني ما فيهش شوف هادشي فريمون تيخربق حيت انا ما فهمتش ما كاينش التقصار ديال الميوزيك بزاف فهمتي كيبان غير الكليب واعر الدقه ديال فهمتي التقصار ديال الباتري زين واش كاين فهمتي فاش كنشوف بحال هكا كيبان فحال شي بونيس ما فهمتش جوج دقائق و50 يعني البروجي ديالي فحال نقول لك يعني هو زوين وما زوينش حمضان ديال الموس هاد النشاره ما نيشاش هذا كليب ما كليبش ديسك ما ديسك ما فاليديتوش فهمتي واخا فيه طلعات زوين ولكن صغير بزاف سو جايز كانت هاد لا رياكسيون ولا عجبتك لا رياكسيون يوتيوب عليك ما عجبتك لا رياكسيون ما عندي ما ندير لك فيديو هكا طلع ما عندي ما ندير سو جايز ما نطولش لكم بزاف لاتي سو جايز ما نطولش لكم بزاف كان معكم ديسكات تهلاو واحد البلان الناس اللي كيبقاو ديما في اللايف كندير لهم شاور اوت سو الناس اللي في اللايف غندير لكم شاور اوت كاين بسمه الخضيري شاور اوت ليك هوني ليندا شاور اوت امجاد سفيان 48 علي بوزيان سلمى الساجي يونس ربيع اسامه زياد سهيل بن صديق شاور اوت ليك اخويا فورتسنيت اشرف حميوي كولونير مصطفى رضا زينب دي اغوان سو جايز كانوا من الناس اللي كانوا في اللايف لا بغيتي حتى عاوتاني غندير لك شاور اوت وبقى تدخل اللايفات ها انستغرام ديالي عاود انا اللي كنبان بحال لا كنسعى المهم دخل دير فولو سو تهلا